في بورسعيد انطلقت فعاليات النسخة السادسة لمعرض الكتاب اللي بيتم تنظيمه بمشاركة دور نشر خاصة ومؤسسات صحفية وهيئات تابعة لوزارة الثقافة. كمان بالإضافة لده المعرض بيدشن برنامج ثقافي وفني وفعاليات للأطفال مستمرة على مدار أيام المعرض. انطلقت فعاليات معرض بورسعيد للكتاب في دورته السادسة وتستمر فترة إقامته حتى الأول من أغسطس المقبل. يفتح المعرض أبوابه يومياً للجمهور من الساعة الرابعة عصراً حتى الواحدة صباحاً، ويشارك في الدورة الحالية ما يقرب من 60 ناشراً، وتشارك جميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة في معرض بورسعيد للكتاب، ومن بينها الهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. وتساهم الهيئة العامة للكتاب بما يقرب من 2000 عنوان من إصدارات الهيئة بكافة سلاسلها، الألف كتاب ودراسات أدبية وأدباء القرن العشرين ونجيب محفوظ وتاريخ المصريين والفنون الشعبية وإبداع عربي، وذلك في إطار استكمال خطة المعارض المحلية التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب في جميع محافظات الجمهورية تحقيقاً للعدالة الثقافية. ويشهد المعرض تدشين مبادرة الثقافة والفن للجميع التي تضم إصدارات تبدأ أسعارها من جنيه واحد وصولاً إلى 20 جنيهاً من أجل التشجيع على القراءة وجذب كافة الطبقات لزيارة المعرض وشراء الكتب. يصاحب المعرض برنامج ثقافي وفني وفعاليات للأطفال تستمر على مدار أيام، خاصة أنه يعد من أهم الفعاليات التي تقام على أرض المدينة الباسلة، ويعد حدثاً هاماً من أجل الإسهام في نشر المعرفة بين جموع المواطنين، مما يساهم في استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر وتوصيل المنتج الثقافي للمواطنين بأسعار مخفضة في هذه المعارض. معنا على التليفون الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، نتعرف منه على التفاصيل كلها. دكتور أحمد صباح الخير عليك، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير لحضرتك، صباح الخير للأستاذ محمد، صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. بداية كده خلينا نبتدي من لحظات الافتتاح وانطلاق فعاليات المعرض، لحضرتك تكلمنا عن الفعاليات اللي شهدها اليوم الأول لانطلاق معرض الكتاب ببورسعيد. بالفعل معرض الكتاب هذا العام هو الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، دورة سادسة. أرادت وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب أن تشهد تطورا وتطويرا حقيقيا للمعارض المحلية، وألا تكون هذه المعارض المحلية مجرد معارض نمطية تقام كفعاليات فقط، ولكن لابد أن يكون لها تأثيرها الثقافي الحقيقي. هذا العام المعرض يضم 63 دار نشر، وليس 60 دار نشر فقط، فعاليات ثقافية وفنية كما أشار التقرير، فعاليات ثقافية مهمة لمجموعة من الأدباء والكتاب والمفكرين من أبناء مدينة بورسعيد، ومجموعة من الأدباء والمفكرين أيضا من عموم مصر. فكرة أن يقام المعرض في هذا التوقيت في مدينة بورسعيد لأسباب كثيرة. أولا هذا الشهر هو شهر الاحتفالات الوطنية، ثورة 30 يونيو امبارح كان 23 يوليو، وكمان ان مدينة بورسعيد بتشهد اقبال كبير جدا من جمهور الشعب المصري في فترة الصيف. وهنا فترة الصيف لابد ان تكون مقترنة بالترفيه والثقافة معا في نفس الوقت. ولذلك كان هناك حرص على ان تكون هذه الدورة متميزة ومتطورة من معرض بورسعيد، وان يكون هناك عدة معارض كتب في المدن المصيفية خلال الشهرين القادمين باذن الله. الامر الاخر، تتذكرين حضرتك في معرض القاهرة الدولي للكتاب كان هناك شعار معا نقرا نفكر نبدع. هذا الشعار ما زال موجودا وينطلق الى المحافظات المصرية عظيم ممثلا في معرض الكتاب بما تضمه من ندوات، بما تضمه من كتب، سواء تلك الكتب التي تقدمها وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب أو هيئة قصور الثقافة أو دار الكتب والوثائق القومية أو العديد من دور النشر المصرية الخاصة. معارض الكتب لم تعد فقط سوقا للنشر، وإنما هي أصبحت صناعة ثقافية، سياق ثقافي، دعم لصناعة النشر، دعم لدور النشر المتواجدة في مصر، وبخاصة أن مصر تمتلك أكبر عدد دور نشر على مستوى الوطن العربي. نحن يعني نمتلك أكثر من 1000 دار نشر خاصة غير دور النشر الحكومية، وبالتالي هناك قوة ثقافية هائلة
متمثلة في هذه الدور التي تجد في معارض الكتب دعم حقيقي من الدولة المصرية، وهذا الدعم هو انطلاق من تحقيق رؤية مصر 2030 المهتمة ببناء الإنسان وبناء الوعي وأيضا من قيم الجمهورية الجديدة التي نستقبلها ونعيش فيها. عظيم. دكتور أحمد، لو حضرتك تكلمنا عن الحضور سواء بقى من الشخصيات العامة والكتاب والأدباء. الموضوعات مهمة وكبيرة، شخصيات من أدباء بورسعيد سواء كانوا من المتخصصين في المسرح أو شعراء مدينة بورسعيد أو حتى كتاب الرواية في مدينة بورسعيد، أيضا من الإعلاميين من أبناء مدينة بورسعيد. أنا أذكر أن هناك ندوة إن شاء الله يوم الجمعة القادمة للأستاذ محمد شرزي، فكرة تفعيل القدوة الثقافية مهمة جدا في هذا البرنامج. هذا البرنامج هو يعرف أبناء المحافظة ويعرف الجمهور المصري بالقامات الفكرية والقامات الإبداعية التي أنجبتها محافظات مصر من أجل تحقيق القدوة الحقيقية لأبنائنا. الهدف دايما من وجود ركن للأطفال في فعاليات معارض الكتاب المختلفة اللي بتقام في مختلف المحافظات يا دكتور، يعني أعتقد أن في السنة دي حاجة مختلفة مخصصة لركن الأطفال. ركن الأطفال التسع، مجموعة من الأنشطة والورش والندوات المتخصصة في الأطفال، وأضيف عليها ندوات متخصصة في الذكاء الاصطناعي وعلاقات بالطفل هذا العام. يوميا هناك ورش وندوات للأطفال تبدأ مع بداية المعرض وتنتهي معه. هذه الندوات والفعاليات الفنية كمان المخصصة للأطفال يصاحبها مجموعة كبيرة جدا من الإصدارات المتوفرة للطفل سواء باللغتين العربية والإنجليزية في دور النشر الحكومية وحتى في دور النشر الخاص. أكيد. عظيم. دكتور أحمد، اللي حصل في هذا المعرض بيؤكد بأنه انطلاقا من مبدأ العدالة الثقافية هنشوف معارض الكتاب في أقاليم مصر المختلفة. بالفعل هناك حرص من وزارة الثقافة المصرية ورعاية كاملة من الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني على أن تكون معارض الكتب تنتقل لكل المحافظات المصرية سواء محافظات الوجه البحري أو محافظات الوجه القبلي في الأوقات المناسبة لذلك، لأن تخير التوقيت مهم للغاية. صحيح. حتى يكون هناك تحقيق لأثر كبير. الفكرة مش فكرة أن احنا نعمل معرض بس، ولكن ما الذي يحققه هذا المعرض من أثر ثقافي حقيقي. كمان أنا عايز أقول أن مش بس معارض الكتب، احنا مثلا لو تتبعنا هذا الشهر اللي احنا كنا فيه هنجد يوميا في حدث ثقافي، هيجد يوميا في فعالية ثقافية. يعني حتى على مستوى معارض الكتب، في شهر 7 كان في معرض الأوبرا، كان في معرض أقامته مكتبة إسكندرية وشاركت فيه قطاعات وزارة الثقافة أيضا بفعالية وإسهام، تعاوننا مع مكتبة إسكندرية في هذا الحدث. حتى أصبح هناك ظاهرة من منظمات المجتمع المدني وبعض المدن الحريصة على إقامة فعاليات ثقافية. هذا الأمر يؤكد فعليا الاهتمام بالثقافة، اهتمام الدولة المصرية يلاقيه ويقابله في نفس الوقت اهتمام بالوعي الجماهيري للثقافة المصرية. أكيد. دكتور، لما نيجي نتكلم بقى على النقطة اللي برضو بتبقى مهمة جدا لمرتادي معارض الكتاب وبيلاقوا فيها أنها فرصة كبيرة أنهم يقدروا يشتروا أكبر عدد ممكن من الكتب، أسعار الكتب هتكون عاملة إزاي؟ طبعا أسعار الكتب بالنسبة للهيئة المصرية العامة للكتابة ووزارة الثقافة في متناول الجميع والجميع يعرف ذلك، لكن الحقيقة لابد أن أشيد بدور النشر المتواجدة معنا التي تقدم خصومات حقيقية على كتبها، والتي تجد هذه الكتب أيضا رواج. فكرة التنوع سواء حتى في السعر أو تنوع في الموضوعات هذا أمر مهم للغاية، وخصوصا أننا لم نتوقف حتى في ظل كل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة المرتبطة بالمواد الخام في الورق وغيرها، لم تتوقف صناعة النشر المصرية لا حكوميا ولا حتى على مستوى دور النشر الخاص. أكيد. كل الشكر لحضرتك دكتور أحمد بهيدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.